بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بيكم في الفيديو الأول اللي هنعرف فيه إيه هي المراحل اللي مرت بيها العدادات الكهربية وإيه هي التطورات اللي حصلت على العداد الكهربي. بداية هنبدأ نتعرف على الأنواع المختلفة للعدادات الكهربية، هنبدأ نتعرف على العداد الكهربي الميكانيكي وإيه هي العدادات الكهربية الميكانيكية وبدأت إزاي، وبعدين هنبدأ نشوف العدادات الكهربية الإلكترونية، تمام؟ وبعدين هنبدأ نتطرق إلى العدادات الكهربية مسبقة الدفع وإيه هو نظام العدادات الكهربية مسبقة الدفع، وبعدين هنبدأ نتكلم عن السمارت ميتر أو العدادات الكهربية الذكية بالتفصيل. خليك معايا في الفيديو ده، يلا نبدأ نشوف الأنواع المختلفة للعدادات الكهربية. هنبدأ نتكلم عن العداد الكهربي أو العدادات الكهربية يا شباب، عايزين نعرف الأنواع المختلفة للعدادات الكهربية، يعني إيه أصلاً عداد كهربي. لما باجي أعرف العداد الكهربي يا شباب بقول إن العداد ده عبارة عن جهاز أنا بستخدمه لقياس كمية الطاقة الكهربية، جهاز بستخدمه لقياس كمية الطاقة الكهربية، كمية الطاقة اللي أنا بستهلكها، تمام، أو بستخدمها، تمام، كمستهلك لازم أقيسها، لازم أقيس كمية الطاقة المستهلكة عشان شركة الكهرباء تبدأ تحاسبني على كمية الكهرباء اللي أنا بستهلكها. يبقى العداد الكهربي هو عبارة عن جهاز بيستخدم لإيه؟ لأن أنا أقيس بيه كمية الطاقة الكهربية المستهلكة أو المستخدمة. طيب، هو العداد ده عبارة عن عداد بتركبه شركات الكهرباء، تمام، عند المستخدمين، عند المستخدمين. ممكن يكون المستخدم ده عبارة عن بيت عندي، منزل، تمام، سكني، أو ممكن يكون مصنع، أو ممكن يكون مبنى إداري، أو ممكن يكون مبنى حكومي، ممكن يكون جامعة، أي حاجة من الحاجات دي. بعد ما أنا ببدأ أوصل الشبكة الكهربية، بعد ما أوصل الشبكة الكهربية تبدأ شركة الكهرباء تركب لي عداد عشان يبدأ يقيس كمية الكهرباء المسحوبة اللي بتاكلها وتشربها الأجهزة الكهربية، زي الإضاءة، الإنارة بتاعت اللمبات والكشافات دي مش بتاكل كهرباء، تمام، يبقى هو لازم يقيسها، التكييفات، تمام، المراوح، الأجهزة المكتبية، كل الحاجات دي بتستهلك طاقة كهربية. شركة الكهرباء لازم تعرف كمية الطاقة الكهربية المستهلكة عندك، وبالتالي بتركب لك العداد الكهربي. يبقى العداد الكهربي عبارة عن جهاز لقياس كمية الطاقة الكهربية المستهلكة. خلاص، تمام، أوكي. طيب، إيه هي أنواع العدادات؟ للناس اللي مش مهندسين كهرباء ولا فنيين لازم تبدأ تعرف معايا إن في عدادات بنسميها عدادات أحادية، تمام، هنوضحها بالتفصيل قدام إن شاء الله، اللي هي بيسموها سنجل فيز. احفظ بس أنت معايا الكلمة دي دلوقتي، وإن شاء الله هيبقى في فيديوهات تانية كتير عن كل التفاصيل. يبقى احنا في الفيديو ده هنعرف ان في عدادات احادية سنجل فيز، وفي عدادات ثلاثية ثري فيز، بيسموها احادية الاوجه او ثلاثية الوجه، تمام، احادية الوجه او ثلاثية الاوجه، سنجل فيز او ثري فيز. طبعا ده بيختلف حسب طبيعة الاحمال والقدرة الكهربية اللي انت متعاقد في الاول، انت بتعمل تعاقد مع شركة الكهرباء بقيمة من القدرة الكهربية المستهلكة المتوقعة للاحمال بتاعتك، وبالتالي انت بتبقى عارف ان العداد ده، العداد هيكون سنجل فيز ولا ثري فيز. طبعا العدادات دي في بعض الاحوال في الحاجات الصغيرة بيتوصل مباشرة على الشبكة الكهربية او على التوصيلات الكهربية مباشرة. طبعا في الحاجات الكبيرة اللي بتسحب باور او قدرة عالية، هنعرف الفرق بين القدرة اللي هي الباور والطاقة اللي هي الانرجي بالتفصيل. يبقى احنا دلوقتي هنشوف الحاجات اللي بتسحب قدرة حسب طبيعة القدرة بتاعتي دي. لو بسحب قدرات عالية، العداد ده لو هيسحب 3000 امبير يبقى هو المفروض هيتحرق، يبقى التيار اللي هيمر في العداد ده 3000 امبير. لا طبعا، بنستخدم اجهزة مساعدة عشان نقدر نقيس كمية او قيمة التيار الكهربي، وهنبدأ نشوف في المحاضرة التانية يعني ايه تيار بالتفصيل. المهم عشان نبدأ نقيس التيارات يا شباب بنستخدم حاجة بيسموها سي تي. طيب يعني ايه سي تي يا باشمهندس؟ كل ما اشوف حد شغال في الكهرباء يقول لك السي تي والفي تي للنهار، سي تي وفي تي. يبقى انا لازم ابقى عارف السي تي عباره عن
كارنت ترانسفورمر، هنعرف له ان شاء الله محاضره بالتفصيل. وايه هو الفي تي اللي هو الفولتج ترانسفورمر. يبقى انت ادي اول مشكله اتحلت معاك مع الناس بتوع الكهرباء، بدات تعرف شويه مصطلحات في الكهرباء يا سيدي، عرفت سنجل فيز يعني ايه، تمام، يعني عداد احادي الوجه او بيسموه سنجل فيز ميتر، وفي عندي 3 فيز ميتر. وللعلم معظم العدادات اللي احنا بنشتغل عليها سواء كان في البيوت او في الاماكن الكبيره غالبا بنسبه كبيره جدا شركه الكهرباء بتوصل لك 3 فيز تحسبا، لان انت بيبقى عندك احمال 3 فيز، فهي بتوصل لك 3 فيز. وزي ما هنعرف بعد كده انت من ال 3 فيز اللي هي لاين 1 ولاين 2 ولاين 3 خد فرده حيه اللي هي لاين منهم وخد معاها نيوترال، وبالتالي لو انت خدت لاين ونيوترال يبقى انت عملت من ال 3 فيز خدت لاين ونيوترال وارميهم على احمال، يبقى انت كده عملت سنجل فيز. لاين ونيوترال اتنين على احمال يبقى انت عملت سنجل فيز، يعني انت بتاخد 3 فيز وانت بتقطعهم يا سيدي براحتك. لو انت عندك حمل 3 فيز خلاص اوكي شغال 3 فيز، لو انت عندك سنجل فيز انت بتقطعهم لسنجل فيز. وقلنا 3 فيز عباره عن 3 فرده حيه، 3 لاين، تمام، ال 1 ال 2 ال 3 ونيوترال، الاربع اطراف دول طبعا هم الثري فيز. طبعا بيضاف ليهم الخط الرابع اللي هو لونه اخضر فاصفر اللي هو مين، كابل الارضي، وهنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. او انت تكون عايز حاجه سنجل فيز فانت بتاخد فرده حيه اللي هي اللاين وبتاخد فرده نيوترال الطرف المتعادل، طبعا بيبقى معاهم طرف أرضي. وقلنا في الأحمال الكهربية الكبيرة أو القدرات الكهربية الكبيرة عشان نبدأ نوصل العداد لازم نوصله على السي تي والفي تي، وادي مشكلتك في كلمة سي تي وفي تي اتحلت. لا لسه ما اتحلتش، أنا مش عارف سي تي لسه قايل لك عليها كارنت ترانسفورمر، احفظ معايا الكلمتين دول دلوقتي بس، اسمها محولات تيار. طب وفي تي عبارة عن محولات جهد، في تي فولتج ترانسفورمر. طيب بعد كده هنبدأ نعرف ان صناعة العدادات الكهربية يا شباب مرت بمراحل كتير، منها اول مرحلة اللي هو النوع اللي انا بقول عليه العداد الكهربي الميكانيكي، هو عداد بيقيس كمية الكهرباء المستهلكة من هذا المنزل او هذا المصنع او هذا المبنى، تمام، بالنظام الميكانيكي، وان شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل. يبقى هنعرف اول نوع العداد الكهربائي الميكانيكي، تمام. طبعا ده كان فيه زي ما احنا شايفين ده العداد القديم بتاعنا كنا بنستخدمه في قياس كمية الكهرباء المستهلكة، طبعا التسجيل فيه يدوي والتعريفة بتاعته كانت تعريفة متدرجة. اولا عايز اعرف يعني ايه تعريفة، هيبقى لها ان شاء الله محاضرة كاملة التعريفة في مصر والتعريفة في السعودية وفي كذا بلد وبتتقاس ازاي. التعريفة ببساطة هي انا بدفع فلوس كام نظير الكيلو وات اور. استنى عليا يا باش مهندس، يعني ايه كيلو وات اور في الاول؟ لسه هتعرف المحاضرة اللي جاية ان كيلو وات اور كي دبليو اتش، دي اللي مكتوبة على الفاتورة او تبقى مكتوبة كاف واو سين، كيلو وات ساعة، هنعرف ان هي دي وحدة قياس كمية الكهرباء المستهلكة من الاحمال واللي بيقيسها العداد الكهربي واللي بتجي لك في الفاتورة عندك في البيت عشان تبدأ تدفعها او تسددها لشركة الكهرباء. بعد كده رحنا مرينا بالنوع التاني وكلنا عارفينه اللي هو العداد الكهربي الالكتروني، العداد الكهربي يا شباب الالكتروني، ده برضو كان فيه تسجيل يدوي، هنا مجرد بس فيه دي مش جزء شاشة، ده كاونتر، تمام، بيبدأ يعدل لك الكيلو وات اور بتاعك، والتعريفة بتاعته تعريفة وقت للاستخدام نفسه. طبعا بدأ يظهر فيه عبارة عن برنامج بيتثبت داخل العداد عشان يبدأ عملية البروسيسنج، وهنبدأ نتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل. وببدأ اعمل تحديث كمان للبرامج الخاصة بالعمليات بس من عند العداد، ما اقدرش اتحكم فيه غير لما اكون عند العداد. بعد كده دخلنا في مرحلة تانية ان انا عايز اعمل ترشيد لاستهلاك الطاقة، فقلنا والله ممكن الناس بتسرف في الاستخدام او في ناس تسيء استخدام العدادات، فاحنا هنعمل عدادات بالكارت او بنسميها عدادات بالشحن، عدادات مصدقة الدفع، يعني انت معاك كارت بتشحن الكارت ب 100 جنيه ب 200 جنيه، تمام، بتدخل الكارت بيديلك كيلو وات اور معينة تقدر تستخدمهم، اول ما تخلص ال 100 جنيه بتاعتك ده الكارت يفصل. دي مش محتاجة ان انت يبقى عندك فيه الراجل اللي بيجي ايه كل شوية يبص على العداد وياخد القراءات اللي احنا بنسميه كاشف النور، ولا محصل ولا اي حاجة من الحاجات القديمة.
بعد كده يا شباب جينا للباشا بتاعنا الكبير اللي هو السمارت ميتر، وده هو موضوع حلقتنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية، اللي هو العداد الكهربي الذكي. تمام، هو ليه ذكي؟ يعني ايه ذكي اصلا؟ يعني ايه سمارت؟ تمام، العداد الكهربي ده اول حاجة بنعرفها فيه، تمام، ان انا بقدر اخد قراءاته وتسجيلاته والحاجات اللي هو عدها عن بعد. يعني انا لو موجود في شركة الكهرباء اقدر اخد كل البيانات اللي موجودة على الميموري او موجودة على قاعدة البيانات اللي موجودة داخل السمارت ميتر، اقدر اخدها عندي من شركة الكهرباء وانا بعيد عنه لان هو بيسجل عن بعد. تمام، ثانيا اقدر اعمل ريموت اكسس لهذا العداد، اقدر اتحكم في العداد واعمل كمان تحديث للبرامج اللي نازله على العداد ده عن بعد. يبقى انا بتحكم فيه واعمل له ابديتنج للبروجرام اللي نازله على العداد عن بعد، وبالتالي انا بقدر احكم وراقب موضوع جودة الخدمة الكهربية. جودة الخدمة الكهربية ده فيدباك مهم جدا لشركات الكهرباء عشان تقول للكاستومرز او العملاء بتوعها ان انا عندي خدمة مميزة، بقدر احل لك المشاكل في يعني دقائق معدودة، كانت زمان تقطع عندك الكهرباء بتاخد وقت، لا ده انا اقدر ارجع الخدمة ده في ثواني. تمام، اقدر اخد قراءات لايف يا شباب، اقدر اخد ريال ريدنج، قراءات حقيقيه للبيانات لحظيه. تمام، كمان التعريفه بتاعت الكهرباء تعريفه متغيره، وانا كمستهلك او كمستخدم اقدر اطلب كمان قراءات العداد بتاعي لمده شهر فات، وممكن برضو بعض الشركات او العدادات بتسمح ان انا باخد قراءات سابقه لمده سنه كامله. انا بس بدأت ادخلكم في قصة العدادات الكهربية وانواعها يا شباب، النوع الميكانيكي، النوع الالكتروني، النوع مسبق الدفع. يبقى النوع الميكانيكي، النوع الالكتروني، النوع مسبق الدفع، الحاجات دي ما تنساهاش لان هي لسه موجودة في بعض الاماكن، وحاليا معظم الاماكن بتغير الى السمارت ميتر او العداد الكهربي الذكي. واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الثاني الخاص بالسمارت ميتر اند سمارت جريد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.